كما قال عنوان لقاء ريميني منذ بضع سنوات، الحرية أثمن هبة للإنسان، وهذه الهبة هي تمثل أهم الحرية، أهم الحريات الإنسان هي الحرية، الحرية الدينية، قلب كل الثقافات. قال يوحنا بولس الثاني في الأمم المتحدة في 1995، قلب الإنسان هو طريقة تعامله مع أكبر الألغاز لغز الله، ولذلك احترامنا لثقافة الآخرين هو يكمن في احترامنا لكل محاولات كل المجتمعات في الرد على مشاكل حياة الإنسان. دايما في لقاء ريميني حاولنا أن نتعمق أن نتطرق في موضوع قلب الإنسان في كل الثقافات، ولذلك تابعنا شهادة الكاردينال جان لوي توران من أعز أصدقاء لقاء ريميني، ولذلك عنوان هذا اللقاء ينمو من نور، من ضوء هذه الشخصية. هناك بعض الجوانب للحرية الدينية، حرية العقيدة، حرية ممارسة العقيدة أمام الجمهور بشكل معلن دون أي عوائق، ممارسة كل الاختيارات المرتبطة بالاختيار الديني حتى بما يتعلق في الخروج عن الدين أو تغيير الدين. والجانب الآخر هو حرية المشاركة في الحياة العامة لمصلحة الإنسان، كل البشر. كل الأديان لها الحق في التعبير عن إرادتها من أجل الخير المشترك، وهذه الحريات هي على أساس أيضا إعلان حقوق الإنسان العالمي، والذي كان في 2018 الذكرى 70 ليها لصدورها. وعي الإنسان وصل إلى هذه إلى هذا القناعة بعد تجربة طويلة، بعد مسار طويل. لابد أن ننطلق من مفهوم الحرية الدينية إلى الأمام، لابد أن نحرر الحرية الدينية عن التهديدات، عن التفريق، عن الكراهية، وعن العنف. هناك مبدأ نظري يتم رفضه في أحوال أخرى، نرفض ننفي النشاط الإنساني. هناك نفي للنشاط الإنساني الذي لابد أن نعبر عنه بممارسة حق الحرية الدينية. هناك الكثير من قتلة الحرية الدينية الشخصية والاجتماعية، ولكن الإنسانية تدعونا كلنا للحفاظ على لحماية هذا الحق. هناك ثلاثة متحدثين أشكرهم لقبول دعوتي للمشاركة إلى هذا المؤتمر. نرحب بالأستاذ نظير عياد، الأمين العام لمركز البحوث الإسلامية في الأزهر وينفجال، وهو هنا للمرة الثالثة هنا معنا في ميتينج المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي من أجل الحرية الدينية، وإيفان يوركوفيتش وهو المراقب الدائم للفاتيكان لدى المنظمات الدولية في جنيف. أترك الكلمة إلى الأستاذ عياد، أرجوكم اصبروا لأن هناك سيتحدث بالعربية وسنسمع الترجمة إلى الإيطالية. في شهر أكتوبر حضرنا إلى القاهرة في زيارة إلى الشيخ الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وهو أهم الأزهر هو أهم مؤسسة دينية في العالم المسلم السني، ولديها تأثير ضخم على المجتمع المسلم السني. وأثناء الحوار الذي
شاركنا فيه مع الشيخ الأكبر لاحظنا فورا تقدير فوري، وكان الإمام أحمد الطيب انبهر بقصتنا عن ملتقى ريميني. وفي هذه الشهور تعمق في طبيعة اللقاء ونشوء الملتقى ريميني وقصته. كان هناك أرغب في تمثيل جامعة الأزهر هنا في ميتينغ ريميني بحضور فضيلة الشيخ نزيل عياد. أدعو الأستاذ نزيل عياد إلى الكلام. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه. أي المنصة الكريمة، الحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. في البداية اسمحوا لي أن أنقل إليكم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والذي يشكر لكم هذا الجهد ويثمن هذا الملتقى الذي يؤسس للأخوة الإنسانية ويسمح لي التعايش السلمي بأكمل معانيه. ودعونا نتفق على أن هذا الملتقى إنما عقد لغاية نبيلة وهدف مستقيم، من خلال التأكيد على أمور متعددة. أولاها التأكيد على حرية الاعتقاد. الأمر الثاني إمكانية إيجاد حوارات بين الأديان. وحقيقة كنت قد أعددت كلمة، لكنني في هذا اليوم في الصباح وأثناء التجوال في هذا الملتقى توقفت أمام معرضين. المعرض الأول وهو هذا المعرض النبيل الذي قص علينا قصة اللقاء الذي دار بين القديس فرانسيس والملك الكامل أيوب، وكم سعدت بهذا اللقاء، لا سيما وأنه يعطي دلالات متعددة. من بين هذه الدلالات التأكيد على إمكانية إيجاد أرضية للتعامل بين أصحاب الديانات المختلفة والثقافات المتنوعة بغض النظر عن الجنس أو اللون أو اللغة أو المعتقد. الأمر الثاني أن هذا الحديث الذي استمعت إليه في هذا المعرض إنما أشار إلى علاقة إيجابية ربطت بين هذا القديس وهذا الملك من خلال الفهم الصحيح لمنطوق الدين الصحيح، وليس أدل على ذلك من أن الملك استمع إليه وأحسن استقباله وسمح له بزيارة الأراضي المقدسة وسمح له بالدعوة إلى المسيحية، وهذا مما يؤكد على وجود علاقة إيجابية ربطت في هذا الملتقى، وتؤكد على إمكانية إيجاد حياة كريمة بين البشر على اختلاف معتقداتهم. الموقف الثاني أو الوقفة الثانية توقفت فيها أمام معرض هيئة الإغاثة الإنسانية، وكم أسعدني هذا المعرض لأنه يؤكد على أن الإنسان يمكن أن يتعامل مع أخيه الإنسان بغض النظر عن الدين أو اللون، لا سيما وأن هذه الهيئة انطلقت في هذا المعرض من شعار التراحم يجمعنا، ثم حدت لنفسها عنوانا استنبطته من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واعتمدت كذلك على حديث النبي: والله في عون العبد
ما دام العون في عبد أخيه. إذا اتفقنا على هذه الأمور يمكن أن نقول هل يمكن الاعتداد بالحرية الدينية والتقدير للتعددية الدينية والإقرار بمبدأ حرية الاعتقاد؟ أقول بأن حرية الاعتقاد أمر كفلته الشرائع السماوية والأديان بشكل عام، بل إننا مثلا عندما ننظر إلى الإسلام سوف نجد أنه قد كفل هذه المسألة وأعطى للإنسان حرية الاعتقاد، بل ووضع الضوابط والأسس التي تحمي هذه الحرية وتمنع من الاعتداء عليها. وعلة ذلك أن الإسلام ينظر إلى حرية الاعتقاد على أنها اعتراف بمبدأ الإنسانية، وأن الاعتداء عليها اعتداء على الإنسانية، وبالتالي قال الله تعالى لا إكراه في الدين، بمعنى أن الأصل أن الإنسان لا يكره على معتقده وإنما يترك حرا في اختياره. هذا المبدأ عندما ننظر إليه سوف نجد أن هناك عدة أمور قام بها الإسلام والأديان السماوية ووضعتها كأساس لمبدأ حرية الاعتقاد. أولى هذه الأسس اعتبار الكرامة الإنسانية، بمعنى الإنسان أفضل المخلوقات، وبالتالي طالما أنه أفضل المخلوقات فله أن يختار ما يشاء وله أن يترك ما يشاء، والأمر في النهاية إلى الله. ولذا قال الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ولقد طبق الأوائل هذا الأمر خير تطبيق. وليس أدل على ذلك من احترام النبي صلى الله عليه وسلم للنفس الإنسانية بغض النظر كونها تنتمي إلى الإسلام أم لا تنتمي إلى الإسلام. ذات يوم يجلس فتمر جنازة رجل يهودي، رجل يهودي مات، فقام احتراما لها وتعظيما لقدرها، فقيل له إنه يهودي، فقال أليست نفسه؟ الأمر الثاني أن القول بحرية الاعتقاد يلزم عنه الاعتداد بالاختلاف، فالاختلاف سنة كونية، وهذا الاختلاف ينبغي ألا يؤدي إلى النزاع والشقاق، لأن هذه حكمة ارتضاها الشارع الحكيم، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. الأمر الثالث لابد من الاعتداد بالعدل، واعتبار العدل أساسا في التعامل بين بني الإنسان أيا كان الإنسان بغض النظر عن دينه أو معتقده أو لونه أو لغته، لأن ذلك يؤصل للمعاني الإنسانية ويؤكد لإمكانية التعايش السلمي بعيدا عن التعصب الأعمى الذي تجني البشرية من ورائه أسوأ النتائج. وعندنا في القرآن الكريم آية تؤكد على أن الأصل في التعامل بين بني الإنسان إنما هو الإنصاف والعدل، قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والمعنى أن الله يقول للناس أن الخلاف الفكري والعقدي بين الإنسان وأخيه الإنسان لا يلزم عنهم مناصبته العداء أو المحاباة والمجاملة في غير حق. إذا اتفقنا على أن الإنسان له حرية الاعتقاد، فلا بد أن نؤكد على أن هذا المعنى فطن له الناس عبر العصور المختلفة، بل إنني منذ لحظات أشرت إلى حوار ينظر إليه على أنه من أعظم الحوارات التي وقعت في تاريخ الأديان، والتي تؤكد وتصب لصالح الإنسان وإمكانية التعامل بين الإنسان وأخيه الإنسان. توقفت أمام هذا الحوار الرائع الذي دار بين القديس فرانسيس وبين الملك الكامل الأخ الأكبر لصلاح الدين الأيوبي. وليس هذا فحسب، بل إننا عندما نفتش في التاريخ الإنساني سوف نجد نماذج متعددة أصلت لإمكانية هذا الحوار
وإمكانية إيجاد هذا التعايش. أتوقف هنا أمام هذا الحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع المدينة وبين نصارى نجران، وكيف أنه سمح لهم واستمع إليهم، وسمح لهم بالإقامة في مسجده، وسمح لهم بأداء صلواتهم فيه. بل إن الأعجب من ذلك أنه استوقفتني هذه الحادثة التي قام بها خالد ابن الوليد مع أهل الحيرة عندما أمنهم على أموالهم وعلى أنفسهم وعلى ديارهم وعلى أعراضهم، بل إن الأعجب من ذلك أنه سمح لهم بدق الأجراس في أي وقت شاءوا في الليل أو المساء، بل إن الأعجب من ذلك أنه سمح لهم باستعمال الصلبان واستخراجها وخصوصا في أعيادهم. مثل هذه المعاني النبيلة، مثل هذه المعاني العظيمة هي التي دفعت بمؤسستين عظيمتين وشخصيتين كبيرتين إلى النظر في حال العالم والاتفاق على استخراج وثيقة تعرف بوثيقة الأخوة الإنسانية، التي هي منجز من منجزات حوارات الأديان وتأكيد على حرية الاعتقاد. هذه الوثيقة التي جاءت ضمن لقاءات متعددة وجولات عظيمة بين رجلين عظيمين، الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وذلك من أجل التأكيد على ثقافة الحوار وإتاحة الفرصة لحرية الاعتقاد والتأكيد على إمكانية التعايش السلمي بين بني الإنسان. تضمنت هذه الوثيقة عدة بنود، أولاها القناعة الراسخة بأن التعاليم الصحيحة للأديان تدعو إلى التمسك بقيم السلام والمودة وإعلاء قيم التعارف والإخاء بين بني الإنسان على اختلاف ألوانهم ومعتقداتهم. ثانيا التأكيد على أن الحرية حق لكل إنسان اعتقادا وفكرا وثقافة وتعبيرا وممارسة، وأن التعددية الدينية والاختلاف في الدين والجنس واللون والعرق واللغة حكمة ارتضاها الله تبارك وتعالى. ثالثا التأكيد على أن الحوار والتفاهم ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايش بين الناس من شأنه أن يسهم في القضاء على كثير من أجواء الصراع والقضاء على كثير من المشكلات المتعددة الاقتصادية والسياسية والثقافية. رابعا أن الحوار بين المؤمنين يراد به التلاقي في المساحة الهائلة الواسعة للقيم الروحية والإنسانية والاجتماعية المشتركة، ويمكن استثمار ذلك في نشر القيم النبيلة والأخلاق السامية. التأكيد خامسا على أن حماية دور العبادة من معبد ومسجد وكنيسة أمر تكفله القيم الإنسانية والأديان بشكل عام، لأن ذلك يؤكد على حرية المعتقد ويؤسس للحوار بين الثقافات المتعددة. سادسا التأكيد على أن مفهوم المواطنة إنما يقوم على المساواة في الحقوق والواجبات التي ينعم في ظلالها الجميع بالعدل. التأكيد على أن العلاقة بين الشرق والغرب هي علاقة قوية، وكلاهما في حاجة إلى الآخر، وكلاهما لا يمكن أن يستغني عن الآخر، فبإمكان الغرب أن يجد في حضارة الشرق ما يعالج به بعض أمراضه الروحية والدينية التي نتجت عن طغيان الجانب المادي، وبإمكان الشرق أن يستفيد من حضارة الغرب كثيرا مما يساعده على انتشاله من حالات الضعف والفرقة والتراجع العلمي والتقني. هذه بعض أهم المبادئ التي يمكن أن نقف عليها من خلال هذه الوثيقة التي أكدت على حرية المعتقد
وأصلت لإمكانية الحوار بين الثقافات. وليس هذا فحسب، بل إن هذا اللقاء الذي أشرف بالتواجد فيه يمكن أن يقول أن نقول عنه بأنه يصلح أن يكون مقدمة وثمرة من ثمرات الحوار بين أصحاب الثقافات المتعددة. وهذا ما أسهمت به هذه الوثيقة، فقد أسهمت في العمل أولاً على تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة كمفهوم المواطنة، كمفهوم الأقليات، والذي يحمل في طياته الإحساس بالعزلة والدينية ويمهد لبذور التعصب والشقاق. فعملت هذه الوثيقة على تصحيح هذا المفهوم، ثم عملت كذلك وأسهمت على القضاء على الطائفية والعنصرية والكراهة، وذلك من خلال التأكيد على دور الحوار وأهمية الحوار وما يمكن أن يسهم به الحوار في نقطة يلتقي عندها الجميع، مصداقا لقول الله تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أسهمت كذلك هذه الوثيقة في نشر المحبة والمودة بين الناس، إذ أن الأديان السماوية تقوم على نبذ العنف والكراهية والضغائن، ونصوص القرآن والسنة قولية وعملية تشهد بهذا. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم له غلام يهودي يقوم على خدمته، فلما مرض هذا الغلام ذهب النبي لزيارته والاطمئنان عليه، وقوبل من أهل هذا الغلام بترحاب، وأوصوا غلامه بحسن المعاملة لهذا النبي الكريم. ولا يقال بأن هذه المودة كانت في بدء الإسلام، بدليل أن النبي مات وله درع مرهون عند اليهودي، مما يؤكد على إمكانية التعامل وعلى جواز التعامل. ولذا لا غرابة أن نجد أن الله يقول: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. رابعا، نشر التسامح والسلام. فقيم التسامح والسلام من أهم ما يمكن أن نؤكد بأنه ناتج مهم جدا من نتائج الحوار بين الثقافات والأديان. وهذا ما أسهمت به هذه الوثيقة الإنسانية التي عملت على الحد من النزاع بين الإنسان وأخيه الإنسان، لأن الإنسان في الأصل إنما خلق لعمارة الكون واستخلاف الله في أرضه. ثم القضاء على العنف والتطرف، واعتماد الحوار والتفاهم وسيلة لإمكانية التعايش السلمي والاستماع للآخر والقبول للآخر. وأخيرا، أسهمت هذه الوثيقة إلى السعي إلى تحقيق الحياة الكريمة لكل إنسان، فللإنسان مقومات وخصائص تستلزم أن يحيا حياة كريمة متمتعا بحقوق متعددة، يأتي على رأسها حق الحرية بضوابطها، بغض النظر عن معتقده وملته. المهم التأكيد على أن الإنسان حر في اعتقاده. أثمن لكم هذا الجهد وأشكر لكم هذه الدعوة، ودعوني أعبر عن تقديري للقائمين على هذا المؤتمر الذي يؤصل لمعاني الإنسانية ويرسخ لمبدأ البشرية ويؤكد على معاني الأخوة التي ينبغي أن تسود بين الإنسان وأخيه الإنسان، وما أحوجنا إليها لا سيما في هذا الزمان الذي اشتدت فيه الحروب وتعددت فيه الصراعات، وهو أمر أبعد ما يكون عن منطق العقل والفكر واللغة والدين. أشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتني متر الكوفية. هلا دكتور. مسلم ماسة.
Penso che اعتقد ان تهنئة في استمرارية هذا الحوار فهذا العلاقة بين اللقاء الريميني ومركز الأزهر للبحوث الإسلامية هي رغبة جماعية هنا في ملتقى ريميني. ننقل الآن إلى ندوة جان فيجل وهو معنا هنا، هو من أبطال الحياة السياسية الأوروبية وخاصة منذ سنة 2016 حيث أنه تولى منصب المسؤول عن الاتحاد الأوروبي عن نشر السلام ونشر الحوار بين الأديان، وهو يلتقي بالكثير من الشخصيات الهامة في هذا المجال منذ سنوات وفي كل المجالات التي يمكن أن تنضم إلى هذا المفهوم. يعني سافر إلى الكثير من الدول الإفريقية في شمال إفريقيا وجنوب إفريقيا وأيضا إلى آسيا، وسيتحدث الآن عن تجربته وعن رؤيته. أشكره لحضوره معنا. مساء الخير جميعا، شكرا أستاذ روبرتو. أشكركم، أشكر منظمين المؤتمر بريميني، وأنا سعيد لحضوري هنا مرة أخرى معكم. منذ الملتقى ريميني في دورته 40 معناها أنه أصبح بالغ، والبلوغ معناها أثمار. أتمنى أن هذا اللقاء سيعطي نتائج مثمرة في دولة إيطاليا البلد الجميلة، وأيضا سيعطي أثماره إلى أوروبا وفي عالم في العالم المعاصر بشكل عام. أتمنى أن يعطي مساعدة في الالتزام بمفاهيم العدالة والاحترام الاختلافات. من ناحية الدين، مفهوم الدين كان مرتبط بطبيعة الإنسان منذ بدء التاريخ. الإيمان، دور الإيمان هو الوحي وهدى الإنسان. ومن ناحية أخرى تم تشويه مفهوم الدين ومفهوم الإيمان حتى نقمع الآخر. رأينا الكثير من الأحداث، أحداث الاضطهاد والقتل الجماعي، وآخر مرة كان في نيوزيلندا أو في سريلانكا. 84% من سكان العالم يعلن انتمائها الديني. هذا معناها أن الدين ليس موضوع ثانوي، إنه موضوع رئيسي للإنسانية. وتشويه مفاهيم الإيمان ومفاهيم الدين، من المهم أن نفهم ماذا يحدث الآن في تشويه المفاهيم الدينية حتى نستطيع أن نساعد الإنسانية لفهم المفهوم الحقيقي الصحيح للدين ولفهم الهوية الدينية الصحيحة والمسؤوليات الدينية. حرية الأديان مهم، لأنه حرية التفكير، حرية الضمير، حرية العقيدة، حرية الإيمان أو اللا إيمان. ومن هذا المنظور نرى أن حرية العقيدة هو يعكس حرية الوجود الإنساني. إذا لم نحترم حرية العقيدة فلا نحترم حرية الوجود. الحرية الدينية هي مبدأ
كل الحقوق الإنسانية ليست أهم من الحريات الأخرى، ولكنها الحرية المركزية. اليوم نعيش في وضع سلبي جدا من هذا المنظور، لأن 79% من سكان العالم، هذا وفق للإحصائيات مركز الإحصائيات في واشنطن، يعانون من الكثير من المشاكل فيما يخص حريتهم الشخصية، ممارسة حقوقهم الشخصية، والوضع يسوء. هذه النسبة تزيد، نسبة اللا تسامح والاضطهاد تزيد. في 2016 كلفت بهذا المنصب عقب القتل الجماعي في العراق وسوريا. فالقتل الجماعي في أيامنا كارثة، والمجتمع الدولي وعد في تلك الفرص أننا لن نرى بعد اليوم القتل الجماعي، ولكننا رأيناهم مجددا ومجددا ومجددا. ومن المهم أن نلتزم بوعودنا الدولية للحد من معاناة الإنسان. فحتى أوصف الوضع، نحن نحتاج ليس فقط إلى التغيير لحماية البيئة، يعني نشاط لحماية البيئة والكوكب، لكننا نحتاج أيضا إلى مشروعات لحماية الإنسان، للحد من الأفكار النزعات السلبية، لتشجيع مفاهيم الإنسانية. حتى أكون مختصرا، أنا هنا كمبعوث الأوروبي للحرية، مبعوث الاتحاد الأوروبي للحريات الدينية. أقول أنه من المهم أن نحترم، نحمي، ننشر الحرية الدينية في أوروبا، وأيضا من المهم أن نهتم بنشر الحريات الدينية في ما خارج أوروبا. أنا قمت بزيارة الكثير من الدول، وواجهت الكثير من القضايا المختلفة في الدول التي قمت بزيارتها. على سبيل المثال الدنمارك وألمانيا والمملكة المتحدة وليتوانيا والمجر، زرت كل هذه الدول. ومن منذ بعد أسبوعين سيكون لدينا سفير خاص في نيوزيلندا، في هولندا، للأمور الدينية. من المهم أن ننسق جهودنا ونعمل معا من أجل حماية المضطهدين، لأن كما قلت الوضع سيء جدا، محزن جدا، ليس فقط للمسيحيين أو المسلمين، ولكن أيضا لأديان كثيرة أو لأعراق مختلفة، للأقليات، أقليات المؤمنين وغير المؤمنين. أستطيع أن أقول أن أيضا الملحدين مضطهدين ومضغوطين. في 21 دولة من العالم تغيير الدين جريمة، يمكن أن يتلقي الشخص الذي يغير دينه إلى عقاب قانوني. وموضوع هذا اللقاء هو الدين والحرية الدينية. ما هي صورة الوضع؟ ما هي الوضع الحالي؟ وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، هناك
42% من الدول العالم يمكن أن نقول أنها دول دينية، لأنها تفضل دين أو أكثر من دين، فهويتهم تتسم بدين معين. وفي عدد أكبر من الدول يتسم بعدم التسامح للأديان. وهناك بعض الدول نقول أنها دول مدنية. أستطيع أن أقول أن أكثر وضع يخيف هو الهجمات ضد الأقليات الدينية، ضد الأشخاص الذين يمارسون دين مختلف عن دين الدولة، اضطهاد الأقليات الدينية. فهذا النوع من الأحداث، هذا اللقاء، هو بالفعل بركة للإنسان في الوضع الراهن، لأنه يفتح فضاء للنقاش لكل العقائد، يفتح مساحة للتعددية. هناك الدول المدنية المزيفة تقول أنها تحمي الحريات الدينية، ولكنهم يستخدمون مدنياتهم كأيديولوجية لقمع الدين، وهذا أيضا تصرف شمولي سلبي. فما نحتاج إليه اليوم هو أن نكون هو العدل والتعددية، ودولة مدنية قائمة على مساواة الحقوق للجميع، للأقليات وللأغلبيات. في بعض الدول توقفوا عن استخدام مصطلح أقلية. على سبيل المثال في مصر، يتحدثون عن مجتمعات، لأن مصطلح أغلبية ومصطلح أقلية يدل على كم معين، ولكن عندما نتحدث عن مجتمع نرى المجتمع كلوحة فصيفساء، كل جزء فيها مهم لرؤية اللوحة بالكامل. تحدثت مع آية الله الشيعي في العراق، ويستخدمون نفس اللغة لمستقل العراق، يقولون أنها ستكون دولة مدنية ليست دولة دينية، قائمة على مساواة بين مواطنيها، مساواة للجميع. وعندما يتحدث قادة الدول بهذه المصطلحات، يؤكدون هذه المفاهيم، أعتقد أنه ممكن، أنه من الممكن بعد الصراعات، ليس فقط في العراق وأيضا في الدول الأخرى، نستطيع أن نحقق السلام. لا أريد أن أتحدث كثيرا، ولكن الأهم هو ما هو الأهم في التعامل مع مفاهيم حقوق الإنسان، هو الكرامة الإنسانية، كما سمعنا من الأستاذ عياد. الكرامة الإنسانية أساس لكل حقوق الإنسان. لدينا حقوق إنسانية لأن لدينا كرامة، ولكن الكرامة لا تقوم فقط على الحقوق، ولكنها تقوم أيضا عن الواجبات. نستطيع أن نتمتع بالكثير من الحقوق إذا نقبل واجباتنا ونلتزم بها، وخاصة اثنين. أحد أهم الواجبات هو مسؤولياتي تجاه الآخر، قبول مسؤولياتي والالتزام بمسؤولياتي تجاه الآخر، كما هو منصوص عليه في إعلان حقوق الإنسان. وواجب الإنسان في أن يمارس الاحترام بالآخر، في الالتزام بالاحترام بالآخر، باحترام الآخر.
والواجب الثاني هو احترام المجتمع الذي نعيش فيه، أن نلتزم بقوانين المجتمع الذي نعيش فيه ونلتزم بواجباتنا تجاه المجتمع الذي يستضيفنا. في عالم اليوم نرى أن الكثير من المشاكل الحالية هي عائدة إلى فقدان التوازن في البحث عن الحريات دون إحساس بالمسؤولية، في البحث عن الحقوق دون النظر في الواجبات. حتى نتجاوز الأزمات نحن نحتاج إلى إعادة التوازن ما بين الحقوق والحق والواجب. ومن المهم هنا أريد أن أقول أن إذا شاركنا موضوع مفهوم الإنسانية، وإذا قابلنا أن الإنسانية مشتركة بين الجميع، ونعمل بكل جهدنا حتى نحترم كل الاختلافات، سيكون هناك سلام وتعايش. كل أزمة فرصة لإعادة توازن جديد، لإعادة ضمير إنساني مشترك. ومن ثم عندما ألتقي بقادة الدين أتحدث عن المسؤوليات الدينية إلى جانب الحريات الدينية. دون مساهمة المسؤوليات الدينية لا يمكن أن نحمي التنمية الدينية مستدامة. دون أن نساهم في الالتزام بمسؤوليتنا لا يمكن أن نحصل إلى التصالح بين الأديان في الكثير من الأراضي في الكثير من الدول العالمية. كل الإعلانات والمعاهدات لابد أن تطبق كمسؤولية مشتركة، ضيافة مشتركة للاختلافات، ليست هي فقط شعارات فارغة، إنها مساهمات مهمة جدا حتى نحقق مستقبل أكثر إنسانيا، وهي أهم مساهمة التي شاهدتها هي ملتقى ريميني. هذا الملتقى البالغ، ملتقى الصداقة بين الشعوب. أشكركم جميعا. أشكر ريان فيغيل جان فيغيل لأنه أعطانا المعنى الدرامي عن الوضع الراهن، وهو ذكر بعض الأرقام والإحصائيات حتى نفهم الواقع بدقة، وأعطانا فرصة للنظر في الواقع من منظور آخر، وأعطانا أيضا خبر إيجابي حتى عن الحساسية الأوروبية التي تزيد تجاه أهمية احترام الأديان المختلفة. الآن نسمع كلمة إيفان يوركوفيتش، وهو دبلوماسي وممثل للفاتيكان، عمل في الكثير من الدول حتى كان فترة طويلة في روسيا، ومن 2016 هو رئيس البعثة البابوية إلى جنيف، وهو يعمل مع المنظمات الدولية. وهناك شيء خارق في العمل الذي يقوم به سفير الفاتيكان للكم الضخم من المشاريع ومن الموضوعات التي يعالجها سفير الفاتيكان وسفارة الفاتيكان.
من حقوق الإنسان إلى النمو الاقتصادي إلى العمل واللاجئين يهتمون بالكثير من المشروعات. هم إنما سفارة الفاتيكان في جنيف هي هناك موظفين أبطال يقومون بكل هذه المشروعات الدؤوبة حتى نحقق عالم سلمي وعالم يتسم بالصداقة بين الشعوب. أدعو فخامة السفير للكلمة. أشكر روبرتو فونتولان على تقديمه وأتمنى بالفعل أن نحقق هذه الأهداف. التأثير السلبي والإيجابي للدين يزيد في السنوات الأخيرة. هناك شخصيات دينية قامت بأدوار مهمة جدا بالنسبة للإنسانية. في بعض الشخصيات قامت بمساعدات المجتمعات الفقيرة مثل ماذر تريزا الأم تريزا أو الراهبات راهبات التابعة للأم تريزا التي قامت بمساعدات البسطاء والضعفاء والمهمشين. وهناك شخصيات ساهمت في تطوير النمو الاقتصادي مثلا البابا يوحنا بولس الثاني الذي قام بتحول بعد تحول أوروبا الشرقية في 1989 ساهم في دمار سور برلين. وهناك شخصيات قامت بمساهمات في يعني نشر مفهوم الحوار الديني على المستوى الدولي وتشجيع قبول الاختلافات الدينية وهذه في نشر أفكار عن التعددية الدينية قد أدت في بعض الأحيان إلى إصدار أفكار متطرفة. وهناك مساهمة مهمة جدا في للاعتقادات الدينية في إنهاء الأبارتايد في جنوب أفريقيا. وأيضا على سبيل المثال موظفين الديني الموظفين المتدينين الذين يساهمون في نشر ثقافة الإيمان الذين لا نذكر أسمائهم ولكنهم يعملون بشكل دؤوب لنشر حقوق الإنسان الدينية. التفكير الكاثوليكي عن الحرية الدينية كما تعرفون تطور عبر الزمن وأصبح أوضح خلال العصور. كما في المجلس الفاتيكاني الثاني الذي أكد على حق الإنسان على الحرية الدينية وأكد أن هذا الحق يقدم للإنسان ضمان الحماية عن أي إكراه من قبل أي مجتمع في ممارسة أديانهم. والحق في ممارسة الدين هو حق الإنسان حق الفرد الذي يعمل بحرية وهو جزء من الكرامة الإنسانية. وفكرة أن الحرية الدينية تم الاعتراف بها كحق مدني في كل الدساتير المعاصرة وأن تم إعلان الحرية الدينية كحق أساسي للإنسان حتى في الإعلان الحقوق الإنسانية الدولي وفي ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. لابد أن نؤكد أن هذه الحرية هي قائمة على بعض المبادئ الإنسانية ومهمة الدولة هي أن تعطي للمواطنين الوسائل حتى يمارس مواطنيها حقوقهم الدينية. الحرية الدينية حق أساسي
طبيعي لكل إنسان. طبيعة الإنسان أنه كائن اجتماعي يعيش في مجتمع. العيش في بشكل اجتماعي هو حاجة إنسانية، ولذلك الكرامة الإنسانية تعتمد على حرية العقيدة، وهي في كل المجتمعات الدينية كل الأشخاص المنتمين إليها لديهم الحرية في ممارسة عقائدهم، والمجتمعات الدينية لابد أن تتطلب بحريتها حتى تعيش، حتى تبقى إلى الحياة. والمجتمعات الدينية لها الحق في أن تمارس حقوقها، تمارس أديانها بشكل حر بلا حدود، حتى في تكليف ممثليها في دولة، في الدولة التي يقيمون فيها أو في الخارج، واستخدام كل الوسائل لنشر ديانتهم بحرية. وكما نقول أن المجتمعات الدينية حرة في تعليم أبنائها وتربية أبنائها على هذه المفاهيم، وأن المجتمعات الدينية لابد أن تعيش دون أي حدود، تحد من إمكانيتها في ممارسة ديانتهم، وأن يندمجون بشكل حر، وأن ينشئون منظمات تعليمية واجتماعية تابعة لمبادئهم الدينية. في عالم اليوم حيث وجد الدين صورة أوضح في العالم، ومثلا نتحدث عن جهد الفاتيكان في نشر رسالتها إلى العالم من خلال العمل الدبلوماسي، والذي بدأ من المجلس الفاتيكاني الثاني. وأيضا منظمة الأمم المتحدة تؤكد نشر أهمية نشر مفهوم الحرية الدينية، ولكنها لا تدخل في تفاصيل عن ما عن كيفية ضمان هذا الحق للحرية الدينية. نتساءل ما هي القوانين التي تحد من الحرية الدينية، مثل القوانين التي تمنع القيام بجمعيات دينية وبإنشاء حراك مؤسسات دينية. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية رأينا كيف أصبح مفهوم الكرامة الإنسانية مفهوم أكثر وضوحاً، ومشكلة حرية الضمير، حرية التعبير أصبح أهم فيما بعد الحرب العالمية الثانية، وحتى إن لم نصل حتى اليوم إلى حوار صحيح عن هذه المفاهيم. هناك معاهدات عديدة تؤكد على أهمية حماية حرية الشخصية حتى تمارس عقائدها العميقة. والأول الحرية، يعني الحرية الدينية مؤكدة في إعلان حقوق الإنسان في المادة 18، أن كل إنسان له الحق في حرية التعبير، حرية الفكر، وحرية الدين، وحرية التغيير، تغيير الدين وتغيير العقيدة، وأن يمارس عقيدته بشكل معلن أو بشكل خاص، وأن يلتزم بقوانين الدولة الذي يقر فيها. وهناك المعاهدات الدولية كثيرة تتحدث عن مفهوم التمييز الديني، التفرقة الدينية، وعن أهمية الإقضاء على هذا التفريق.
التفريق القائم على العقيدة والدين، كما هذا المفهوم الذي تولاه مجلس العام في سنة 1891. وهناك الكثير من الوسائل ومن الآليات تحاول أن تؤكد أن تطبق هذه الحقوق، مثل لجنة الأمم المتحدة للحقوق الإنسان التي كلفت محقق خاص للبحث في مشاكل ممارسة الأديان، وأيضا إعلان حقوق الإنسان كان من ضمن الوسائل التي استخدمها هذا الخبير الخاص في دراسة الأوضاع، أوضاع الاضطهاد الديني. الحرية، الحق للحرية الدينية من أهم الحقوق الإنسانية، وإذا ننظر إلى القوانين التي تحد من هذه الممارسات نرى أن المعاهدات الدولية، القوانين التي تمنع الحرية الدينية في حق المظاهرات الدينية، ولكن نحن نرى أن المؤمنين بأي دين لهم الحق في مظاهرة دياناتهم وفي القيام بمظاهرات دينية. وعلى سبيل المثال نرى أن ليس هناك شيء يعصر هذه القوانين. بالنسبة للقانون نرى أن قانون منع المظاهرات الدينية قد يكون مقبول إذا هناك مشاكل تخص الأمان العام أو الأمان الصحي، فقط في أحوال استثنائية، ولكن لا يمكن أن يكون هذا القانون عام، أو إذا كانت هذه المظاهرات ستؤدي إلى حوار غير سلمي ونشر الكراهية. ومن الضروري أن نحسن المناهج التعليمية الدينية، مناهج التربية الدينية، حتى نحقق الحرية الدينية. ومن المهم أن نقول أن نذكر القرار الأخير للأمم المتحدة عن الذي صدر في أسبوع الحوار بين الأديان، في أسبوع الحوار بين الأديان، ويقول أن الحوار بين الأديان هو جزء أساسي ومهم لثقافة السلام. يعني مناهج الدبلوماسية الخاصة بالفاتيكان تحمي الحرية الدينية والسلام. ومثلا نرى أصوات ممثلين، نسمع أصوات ممثلين الفاتيكان في الحوار الدولي، وأصوات تحمي مصالح المجتمعات الدينية في كل الدول وليست في دولة واحدة، وتحمي حقوق الأسرة، الأسرة الإنسانية، وخاصة المجموعات الضعيفة. الحرية الدينية هي مسألة أولية لها الأولوية في الدبلوماسية البابوية. أعلى منصب في الدبلوماسية الفاتيكان هو البابا نفسه، وهو يقوم شخصيا برحلات كثيرة لنشر مفهوم الحرية الدينية، يقوم شخصيا بهذا الجهد الدبلوماسي. في أكثر من مناسبة قام بابا الفاتيكان بالتأكيد على أهمية الفضاء للحرية الدينية، وأكد أن الاعتداء على مفهوم الحرية الدينية يؤدي إلى ضعف إضعاف الديمقراطية الاجتماعية.
اليوم أصبحت هذه المفاهيم مقبولة، ولكن إذا ننظر إلى العشرة إلى زمن منذ 10 سنين لم تكن هذه المفاهيم مقبولة بعد، هي أنها أصبحت مقبولة اليوم. وبالرغم من ذلك هناك صراع بين الحضارات قائمة الآن. وبالنسبة للكنيسة لابد أن نقضي على أفكار الصراع وأحكام الصراع الديني. ثقافة الصراع هو حل مكان ثقافة الحوار. وفي هذا السياق لابد أن نعبر عن الحرية الدينية أيضا عن طريق القوانين الدولية حتى نساهم في تعاون ما بين الدول والأديان. أريد أن أختتم كلمتي ببعض الأفكار السريعة. ماذا يمكن أن نراه أمامنا اليوم؟ إذا ننظر إلى مستقبلنا هناك الكثير من المعادلات لابد أن نناقش فيها، ولكن إذا في نشاطنا نقوم فقط بتحليل الوقائع والأوضاع المفردة، ولكن هذا لا يكفي، لابد أن ننظر إلى انتهاكات حقوق الإنسان بشكل شامل، ليس فقط إلى لا يمكن، لابد أن نساهم في وقاية انتهاك حقوق الإنسان بشكل شامل في كل دول العالم، وأن نحدد مسؤوليات من يعملون من أجل حماية الحقوق الإنسانية. بالنسبة للدبلوماسية البابوية والوقاية، وقاية انتهاكات حقوق الإنسان هو قائم على التعاون مع ممثلين الأديان الأخرى حتى نقضي على الصراعات ونقضي على من ينشر الصراعات. الدبلوماسية البابوية ترى أن الحوار عن القيم الإنسانية مثل الكرامة الحرية مهم جدا أن نتحاور حول هذه المواضيع، ولا يمكن أن نتحدث عن حقوق الإنسان دون أن ننظر إلى هذه المفاهيم، ولا يمكن أن ننشر السلام والتنمية والتعاون دون أن ننظر إلى هذه المفاهيم. وهناك تيار يذهب إلى تشويه المفاهيم الدينية الإنسانية في المجتمعات التعددية الحالية. التعايش السلمي قائم على ما نشاركه كأشخاص كبين البشر، وعلى أهمية الطيبة التي تكمن في قلب كل إنسان. بهذه الطريقة إذا أكدنا على هذه المفاهيم سنستطيع أن نقضي على احتياجاتنا الثقافية عن طريق التعارف واكتشاف القيم المشتركة. إنه طريق طويل، ولكنه الطريق الوحيد، المسار الوحيد الذي سيؤدينا إلى السلام. أشكر الجمهور لسماع الندوات، وأشكر الأستاذ عياد لأنه ذكر أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية وأهمية مفهوم الحوار الديني والحوار بين الأديان كأساس للطريق إلى السلام. أشكره. أشكر ريان فيجال لالتزامه لجهده في
أعتقد أننا جميعا استوعبنا أهمية منصبه الذي يعمل فيه منذ 3 سنين، ونتمنى أنه سيستمر في منصبه كمبعوث خاص للاتحاد الأوروبي في الشؤون الحريات الدينية، ونتمنى أن يستمر منصبه لأطول فترة ممكنة. وأشكره لتهنئته للملتقى لملتقى ريميني، فهو من أعز الأصدقاء لملتقى ريميني، وأشكره لتهنئته للدورة 40، وأتمنى أن نستمر هنا في ملتقى ريميني لأربعين سنة في المستقبل. وأشكر أيضا يوركوفيتش لأنه أعرف طبيعة عمله، وأشكره على طبيعة عمله وعلى جهده الصحيح والحقيقي، وأهمية القيام بأعمال دبلوماسية في الكنيسة الكاثوليكية التي لا تحمي مصالحها الخاصة ولكنها تحمي مصالح الإنسانية، كافة الإنسانية، وتقوم بتشجيع كل الأشخاص في جهد مشترك من أجل السلام. غدا في الساعة 12 سنتحدث مع يوركوفيتش أيضا عن طبيعة والأهداف وديناميكية الدبلوماسية في الفاتيكان. أشكركم مرة أخرى. أذكر لكم أن هناك إمكانية التبرعات لملتقى ريميني في نقاط الملتقى، حيث نرى القلب رمز القلب الأحمر، هناك التبرعات. أشكركم.